إيد في مكتبة الأغاني بالإذاعة، وكانت هي زوجة الموسيقار الفنان محمد سعادة الله يرحمها وينعمها. نمشي إلى الزميل ضياء الدين الكريفي موجود في الوردية. ضياء مرحبا بك. أهلا وسهلا سيد حبيب، تحياتي لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم بتحكيوا على علوش العيد، وانا ادراك مع علوش العيد خاصه ليامات هذوما. دونك انا موجود في سوق الدواب بشركه اللحوم في الورديه، مازالت الاسواق الدواب العشوائيه في الاحياء معناتها مازال بكري على علينا، مازال ما تصبوش 18 يوم يفصلون على العيد الكبير اللي باش يجي بالاحد 16 جوان 2024 الموافق ل 10 ذي الحجه، هذا حسب التقويم الهجري. هو فلكيا نهار 6 جوان يتم رصد هلال ذي الحجه، شهر ذي الحجه، وباش يكون التاريخ هذا دقيق ولا مبدئيا نقولوا نهار لحد 16 جوان. عيد السنه كيفاش باش يكون؟ التونسي اكيد جمعتين المزال وهذوما باش يكون حديثه كان على علوش العيد. دونك احنا تحدثنا مع المواطنين كيفاش نبرمج السنة باش تعيد ماكش تعيد باش تجري علوش ثلاث صغيرات كيفاش. دونك نسمعوهم من بعضنا. شفت الاسواق؟ شفت الاسواق. بين قداش وقداش؟ ما بين 12 لحتى 16. والعائله مقتنعه باش ما تشريش صغيرات؟ باش ناخذ علوش يتكلف لي ب 500,000. عرفت اللي هو شنيا؟ باش ناخذ 4 كيلو لحم فهمني، وناخذ كيلو كبد وناخذ دور وراسه عيط 4 كيلو لحم قداش؟ 200,000. 200,000 وكيلو كبده قداش؟ 50 حطوا 250 ودوره كامله ب 100 هذوما 350 وراس هاد تكلفت اقل من 500. ناخذ علوش صغير اشتر لف. لا ما نجمش هذاك هكاك تكلف الكيلو ب 150,000 على الاقل. شفت الاسوان؟ اي الاسوان غالي. قداش؟ مليون مليون ونص. والله ما نعرفش انا مازلت نشوف انا والشهرين 500 احنا قيدنا ما نعرفش شويه. بتجي نتاع علوش تاع 500 يعني؟ تاع 600 كاك. تلقى زعما؟ ان شاء الله. باش تعايد السنة ولا؟ لا. علاش؟ خاطر غالي برشا. قداش حسب رايك الاسوان؟ زوز ملايين مليون ونص، واحد ما يقدرش. عم ناول ما عيطش خاطر غالي. السنة؟ اكثر. قطع جملة. اي لا سي. الصغيرات تفهم؟ ما بلجموش خاطر غالي برشا. لا تلقاه في البلاصة هذه شكون شي باهي يعني انت باش تشري على شهيد؟ قداش سوم؟ تو من مليون ونص وانت ماشي. سمنا والله اول عيد هكا. اول عيد عملوا الخديت عملوا انت عملوا مليون و200 السنه يا عم مليون ونص مليون و700 تعيدوا السنه ولا ان شاء الله؟ ان شاء الله. تو علوش ولا كيف تشوموا سوم بقره؟ انا عرس لولادي زوزو زوزو راخي خديتهم واحده خديتها بمليون و50 وواحده وقتها 980. الارخي شاري علوش؟ لا نشري سوم. لا ما زدتش سوم. شحال الاسوي ما عندك على فكره؟ عندي فكره. قداش؟ مليون وفوق. العائله مقتنعه بالموضوع هذا؟ الصغيرات مازلنا ما حكيناش الموضوع، عمال قرر التجار العيد هذا ما كنتش تعيط. لا مش تعيط. باش تشري علوش ولا؟ الله اعلم. وانت في الشك؟ مازلنا في الشك. الاسوام غاليه، ما عادش عندنا تربيه ماشيه، ما عادش مازلت ما عنديش، ممكن نشري ممكن ما نشريش. بصراحه صحيح هو قربان لربي، لكن ماهيش مشكله الواحد باش يشري ولا ما يشريش. فما ناس مساكن راهو ما عندهاش. انت كان باش تدين عليه وترجع؟ لا يستحيل، انا ما نشريش من الدين. الحيه اذا كان باش تدين عليها مش لازم نشري. غاليين بصراحه. مينيموم شنو؟ كل حاجه خويا مليون فهمتني. وانت مش معايا خويتي؟ ان شاء الله ربي نشاكوا شويه وربي يسهليا كيما نقولوا فيها سنه الله. سنه الله خويا فهمتني. كل عام طيب. ان شاء الله. انا خويا شنو نعملوا نحن؟ واحد هذه حاجه ربي ما نقولوش ليه هذيك. واحد ماذا بيه نحي من لحمه باش يشري حاجه لدارهم. دونك سي الحبيب كيف ما كنا نسمعوا المواطنين السنه ثم اللي باش يشري ثم اللي مش باش يشري ثم اللي يقول ارتفاع الصوم بصفه غريبه. اللي نحبوا نأكدوها أنه سنة الدولة ما وردتش العلوش، لم يتم تحديد سعر مرجعي أيضا بأضاحي العيد. مش يتم عرض الكيلو الحم من شركة اللحوم 35 دينار و500 أيام العيد. أي. أنا موجود تويكا في سوق الدواب كيف ما قلت لك، بجانبي عدد من البياعة ديجا معناتها عاصمة عم سبتي شنو خويا كيف عليك؟ كان تعطيني الأسهم اللي عندك مثلا هذا اللي قدامك. هذا ب 1450. 1450 هذا يوزن هذاك. هذا كبير 65 كيلو. يا حسب اللي قدامك العلوش يستحق يستاهل القيمة المالية هذه؟ يستاهل. قد يوزن هذاك؟ هذاك 65 كيلو. من بعد اللي باش يتابعنا على الصفحة الرسمية في الفيسبوك أكيد باش يشوف العلوش اللي قاعدين نحكيو عليه. زميلي سيد قاعد يصور باقي العلوش هذاك اللي بجنبه قداش؟ كيف سلعة واحدة هما 8 كعبات يشري سلعة واحدة. الكيلو حي قداش أنت؟ نحن ما عندناش ما جاناش حتى حد اللي قداش الكيلو. 40 كيلو مثلا ما ما عنديش 40 كيلو، ما ثماش حتى علوش أنا ب 40 كيلو. أقل واحد قداش فيه؟ أقل أقل فيه واحد بهم 50 كيلو. 50 كيلو معناتها باش يكون في حدود 20 دينار. اي انا كلمت بالنسبه لنا احنا نبيع، بالنسبه لنا احنا نبيع ب 1450. باهي كان تصلح لي باش نعطيك انا سوام. دونك علوش نتاع 40 كيلو يجي سومه مليون، نتاع 30 كيلو يجي 800,000،
50 كيلو زوز ملاين هكاك الاسوام. اي هكاك حسب التقريب راه غالي الساعه. توا ضياء ضياء حسب حسب نشوف الصور الواصله من عندكم غادي في الورديه غاليين غاليين. لا علاش غالي؟ غاليين لا مش غالي بالنسبه لذلك حسب اللي يتكلف راهو يتكلف عليهم. بلط القرط ب 40,000 كنا ناخذوا فيه. كيلو سعير ب 2000 فرنك كنا ناخذوا فيه. ما ثم حتى واحد يراقب اللي يقول غالي ولا مش غالي. تو اول القرط ب 22 ب 23,000 هذه المشكله هذيك راهو غالي يتكلف على الفلاح يتكلف عليه غالي. تو هو حسب لك الطلب الشجير عباد تسري معناتها تسري العباد يسر ويسر يسر والله يسر والعباد تسري معناها كم اللي معناه يجيب مليون يحب ياخذ تاع الزمن. وريني وريني علاش تاع مليون. ما عنديش انا عندي هذا هذا ب 850 اهو. 850 هذا ب 850 مشي. هذا معناه فيه يمكن 27 28 كيلو لحم فوق معناه. اما اللحم صافي فيه 20 كيلو يا ضياء. نعم سي الحبيب. فماش علوش للكراه. انت تعذر ناسي علوش رجعوا. لا ما خليك باهي دونك ارتفاع الاسعار ارتفاع اسعار العلف هو السبب اللي خلاك ما هي هذاك هو المصروف يا اخي. شنو المصروف؟ مصروف يا اخي خلصوا 4000 500 للشريك كل يوم. كل يوم لهنا كل يوم العلوش اللي تبعها يخلص 4000 500 معناها ولا ب 5000 تو زادوا 500 ولا ب 5 دينار. ولكن هذه المشكلة كيفاش من الأسعار الأسعار هذيك اللي زادت على العباد. فهمتك. باهي نزيدوا نعملوا دورة نشوفوا بعض الفلاحة كيف نعطوا بعض المواطنين زادوا يحكوا معنا. صباح الخير سيدي. صباح الخير سيدي يا رب. قداش تبيع؟ حي أنا حي بالطبيعة. أنت تبيع مذبوح؟ إي أنا مذبوح نبيع مذبوح وحي بس عندنا خويا. طيب قداش الأسوان؟ الحي والله نفسي كيما هكا ب 23 الكيلو ب 23 وهذا قد يعمل زول ب 40 كيلو هذايا هذا يعمل 60 كيلو 60 قد يسومه معناتها 22 انت لا علاش 22 عمال قد 120 13 120 60 كيلو راه 60 كيلو 60 كيلو في 20 دينار مليون و 350 مليون و 320 علاه الاسعار هكا العباد مش مستعد هكا غالي ساعد شنو باش تقول 50000 كيلو سعيره في البلفين وما فماش شنو تمشي تسوي على الزفه تلقاه وسعيره ما فماش وما لا نحكي ما تحطش حتى شيء. لا احنا في المباشر سيدي وزيد فوق هذايا الكل فوق هذايا الكل خويا راه بيفكونا في فلوسنا ساعه كيف شكون لما كي نمشي نسوق في جيب الساعي كي نمشي نجيب الساعي هذا عباره عن مشي الريسك ولا علاش شكون شكون بيفكونا الحاكم بيفكونا في فلوس. انت ما عندك فاتوراتك فاتورات تاع شنو يا اخي انا كل بسوق انا في الجمعه نسوق في ماركين كذا كل ما نمشي نسوق نتعدى نعمل نفس ورقه من البنك اللي انا جبتها ومش نقعد نمشي بها. اي ميلا هذا فلوس داخله خارجه نحن تجار فلوس تدخل تخرج انت تاجر في تجار كلنا تجار نشرو نبيع وحياتنا كامله مش في العيد نحن نحن العام 12 شهر يهودوا منا اب عندي في بريود العيد زيتوا غلوا شوي ولا ما يدريش علاش غلوا فيه نحن غلوا فيه بدينا نحن مش بدينا نحن توا السوم تاع العلوش تبيع فيه في الايام العاديه للجزائر كيلو طماطم ب 4000 نحن مغلينه ما بقولش السوم العلوش نحكيو على العلوش اليوم قد ايه تشري فيه في العاده قلت في ايام العيد نفس الاسوان كيما هي باش تبقى والله غالي الشيء السنه غالي صاحبي بس القرص وصل 46 دينار كيلو شعير ب 2000 وما فماش ناس تكلف عليه انا كان نعطيك علوش بلاش من هنا العام بلاش ومش هيك بعت لحد لهنا بعت هما الجزاره ولا المواطنين عاديين بعت لا العياش بعت لا لا الناس تشري راهو ضياء يعني ديما تغلى اشياء مواد ولكن ديما الناس يشريوا. نجم نقولوا السيزون تاعكم معناتها تجي بريود العيد اكيد مش طايح. السيزون تاعنا عباره جاريه نتاع نوفي نحن في العيد. يا الفوق يا الوسط. يطلع 5 ملايين يخلي 30 متر. تلاقي حسب لك القبال تاع البواطين باش يكونوا. والله القبال هاك شوف تو العيد مازال. مازال 18 يوم على 18 يوم ما فما حتى شيء هاو على عينيك لا فما عيد لا فما عباد لا فما صح. صحيح وهذا اللي لاحظته انا سي الحبيب الصباح معناتها نلوج على رحبه نلوج على بطحه في حومه شعبيه مازلت لحد لكن مش مازال بكري شويه مازال بكري شويه صحيح ما يبين توا تعرف الاسباب واقفين قبل كيفاش قبل بشهر نبدا ولا قبل بشهر نبدا نبيعوا في ساعي العيد اللي يبيعوا صح ونبيعوا بقوية توا ما فهمت شيء هاك شوف ساعي راكد على بعضه كاين مصاريف هذايا بلاش نحن بعد يجي يقول لك علاش غالي كارت جريز بالكارت جريز بالفولو واضح سيدي الف شكر تعرف شوفوا الحل دونك كيف ما تشوف دونك وين الاسوام عموما باش نقولوا معناتها الكيلو حي ب 25 دينار 40 كيلو معناتها علوش 40 كيلو يكون في 1000 دينار 30 كيلو 800 دينار 50 كيلو بركوس معناتها مليان يحلى في العين كما نقولوا 2000 دينار فوق ال 50 كيلو اكيد باش نحكيو على كبش من 2500 دينار واحنا ماشيين وان شاء الله عيدكم مبروك. شكرا ضياء الدين الكريفي يعطيك الصحه وعيدك مبروك انت والوخيان في كل الاسواق. اصدار جديد لي
حما الهمامي، نعرفه اللي شقيقه طاهر الهمامي الله يرحمه الأستاذ الجامعي والشاعر، عنده برشة دواوين، ولكن كذلك حما الهمامي يهتم بالشعر وبالثقافة وبالأدب. له إصدار جديد تحت عنوان قصائد حب إلى راضية، ترجمة إلى اللغة الفرنسية، بوام دامور بور راضية. بالطبيعة هذا الإصدار يتمثل في نصوص شعرية قدمها الأستاذ محمود البقلوتي وترجمها إلى الفرنسية، أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة ليون الطاهر بن مفتاح. وفيما بين الجزئين العربي والفرنسي ألبوم صور يعكس أهم فترات حياة راضية النصراوي منذ طفولتها إلى حد الساعة. الكتاب يقع على 164 صفحة من الحجم الكبير، جمع فيه حما الهمامي ما كتب من نصوص في الفترة الأخيرة عن رفيقة دربه التي تقاوم المرض بنفس القوة التي قاومت بها الظلم ووقفت بها إلى جانب ضحايا التعذيب والاضطهاد.